يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية؟ هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية الذين يبيعون بعض كتب الملاحدة في مكاتبهم، وخصوصا في معرض الكتاب الذي يقام في هذه الأيام، وما واجبنا نحن طلبة العلم في هذه المسألة؟ بيع كتب الضلال، كتب الإلحاد حرام وثمنها حرام، والواجب إتلافها. الواجب على ولاة الأمور أن يتلفوها ولا يسمحوا بدخولها للمملكة عموما، فكيف بدخولها في معرض الكتاب؟ هذا هو الواجب على المسلمين. وأنتم دوركم أنكم ترصدون ما يحصل من هذه الأمور وتثبتونه وترفعونه للمسؤولين لأجل العمل على منعه حاضرا أو مستقبلا، لا بد من هذا. نعم.